وكنا بنتحدث قبل الفاصل عن الحوار الوطني ومحاور بناء الجمهورية الجديدة والحوار الوطني كجزء من هذه المحاور، وحضرتك أشرت بأنه هذا الحوار هو مهم لأنه بيتضمن كل فئات المجتمع. هل يتم أو هل تم بالفعل توطين حالة الحوار الوطني كإجراء استراتيجي في منهج الدولة المصرية، وليس فقط بأنه حاجة في وقت ما، أم نحن في حاجة إلى نشاط دائم ومستمر وداعم من الدولة كي يكون الحوار الوطني إجراء استراتيجي موجود دائما؟ حالة الحوار الوطني موجودة حالة مهمة جدا، وطرح أو فكرة متلائمة جدا مع الوضع اللي بتشهده مصر دلوقتي. يمكن التسلسل الزمني للأحداث اللي شفناه في الطرح، سواء طرح رؤية مصر 2030 ثم طرح مصطلح الجمهورية الجديدة ثم أخيرا طرح الحوار الوطني، جاء بشكل يعني معبر عن الأوضاع اللي مرت بها مصر، وكان متناسب مع المواقف الزمنية اللي مرت بها الدولة المصرية. عن توطين الحوار الوطني واستدامته، ده أكيد شيء مهم جدا بالنسبة للمواطن المصري والمجتمع المصري والدولة. بيساعد على عمل مراجعة دورية، بيساعد على مراجعات للأفكار وممارسات الدولة زي ما كنا ذكرنا قبل كده. حالة التوطين بشوف ان في حاجة دايما بستشعرها، سيادة الرئيس في 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 افتتاحاته وفي كلماته دايما في الافتتاحات بيتكلم في القضايا المعاصرة، وبيتكلم في القضايا اللي بيعيشها المواطن المصري، وبيحاول يوضح ويفهم الإشكاليات فين أو المشكلات الحقيقية فين، ويتلمس مواضع الأزمات فين، في محاولة منه لشرح الوضع للمواطن اللي ورا الشاشة طبعا. وده مقصود، ده مقصود لأن حالة الحوار الوطني مطلوبة، وده مقصود إن هو يكون في فهم مستمر للمواطن للواقع السياسي اللي مش بس الداخلي، اللي كمان اللي حواليه وتأثيراته عليه. لذلك حالة الحوار الوطني مهمة ومطلوبة إن هي تكون مستمرة ومستدامة كمان، ربما مع انتهائه ومع تنفيذ توصياته ومع مرور وقت معين نشوف مرحلة تانية من الحوار الوطني. احنا بنشوف فعاليات كتير بتقوم بها برعايتها الدولة بيكون فيها شكل من أشكال الحوار أو المشاورات، زي مثلا مؤتمرات الشباب، منتدى شباب العالم، الافتتاحات زي ما ذكرنا، مداخلات سيادة الرئيس لما بيحاول يشرح الوضع الداخلي أو الخارجي حتى للمواطنين. كل دي محاولات لتوطين حالة الحوار الوطني. أتمنى شخصيا أن بعد الانتهاء من التجربة الأولى يتم مرة أخرى طرح الحوار الوطني مع أطروحات جديدة، مع أفكار جديدة تتناسب مع الواقع في وقتها. أنا بشوف أن الحوار الوطني فيه ميزة دلوقتي أنه بيتناسب مع الواقع اللي احنا عايشينه ومع الأزمات اللي احنا عايشينه. طب إزاي يعني بيتوافق مع الواقع؟ يعني أبرز الطروحات أو الأبرز الحاجات اللي حضرتك شايفها أن هي فعلا الحوار الوطني كان هو ده التوقيت المناسب ليها في الوقت الحالي؟ عندنا مثلا على المستوى الاقتصادي، حضرتك متابع التبعات الاقتصادية المتراكمة على المستوى العالمي، مثلا الأزمة العالمية اللي بين روسيا وأوكرانيا، الحرب الروسية الأوكرانية. الحوار الوطني بيتكلم في طرح كبير جدا عن معالجة الأزمات الاقتصادية، معالجة الأوضاع الصناعية في مصر، معالجة خلق بيئة صناعية أفضل في مصر، طروحات عن زيادة الإنتاجية في مصر، طروحات عن أيضا الأوضاع البنية التحتية وتطويرها لجذب استثمارات ودفعها نحو المدن الجديدة. كل دي طروحات بتحاول معالجة بالأساس لواقع، لمشكلة واقعية احنا بنعيشها دلوقتي اللي هي متعلقة بالوضع الاقتصادي اللي متراكم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها فيروس كورونا. ده على المستوى الاقتصادي. مثلا على المستوى مثلا الثقافي نفس الأمر، بنشوفه طروحات أيضا بتتناول الأبعاد الثقافية أو الإشكاليات الثقافية اللي بنعيشها دلوقتي، إشكاليات في الذوق العام. على المستوى المجتمعي نفس الكلام، بنشوف أيضا تناول لموضوعات خاصة بالأسرة وأوضاع المرأة في المجتمع. على المستوى السياسي كذلك بنشوف طرح لكيفية خلق ديناميكية أكبر بين القوى السياسية وحرية حركة أكبر للأحزاب السياسية والكيانات السياسية. بنشوف تحركات كتير أو أطروحات كتير في الحوار الوطني وفي القضايا المطروحة في الحوار الوطني بتتلائم بشكل كبير مع الواقع أو مع التطورات العالمية والداخلية كمان. طب حضرتك شايف أنه الفترة الزمنية القادمة إيه أبرز أيضا الملفات أو أبرز الأطروحات اللي
لابد أن يهتم الحوار الوطني بيها، ويهتم المواطن بأنه يسمعها من خلال الحوار الوطني. أنا بشوف الملف الاقتصادي من الملفات المهمة جدا على طاولة الحوار الوطني بيتم طرحها. المواطن بالأساس مهتم جدا بالوضع الاقتصادي، مهتم جدا بالتحولات الاقتصادية، التغيرات اللي بنشوفها في النظام العالمي وتأثيراتها علينا، انعكاساتها. المواطن لازم يفهم ده ويبقى قاري المشهد العالمي عشان يفهم الارتباط بده بتأثيره على وضعه وعلى حياته اليومية. بالإضافة لده يمكن الملف الحقوقي والملف السياسي كمان مهم جدا بالنسبة للمواطنين. توصيف الحالة الحقوقية في مصر، احنا شفنا الدولة ليها جهود في ده، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مثلا السنة اللي فاتت، كل دي محاولات جادة من الدولة الوضع فهم أو مفاهيم عامة يمكن المواطن فهمها من خلال حالة الحوار الوطني للانطلاق السليم نحو الجمهورية الجديدة. في وجهة نظري الملف السياسي والاقتصادي والاجتماعي أيضا هم الأهم بالنسبة للمواطن على مائدة الحوار الوطني بطبيعة الفترة الزمنية اللي عشناها قبل في العقد الأخير قبل حالة الحوار الوطني. كان فيها اضطرابات كتيرة في الأوضاع السياسية، شفنا ثورتين، شفنا الوصول للدولة المدنية الحديثة يتطلب مننا الحوار ويتطلب من المواطن الفهم، والفهم موجود على طاولة الحوار الوطني، ودي حالة تشاركية فريدة من نوعها في مصر نسعى لاستمرارها ودوامها وتوطينها أكيد. طيب، الافتتاحات الرئاسية المتكررة في مجال الإسكان، والحقيقة يمكن احنا بنشوف في الفترة الأخيرة يعني افتتاحات في الكثير والتوسع في الرقعة في أو على رقعة امتداد رقعة الجمهورية بأكملها، إلى أي مدى بتمثل هذه الافتتاحات قيمة مضافة في عمق الجغرافيا السياسية لمصر؟ ده أمر مهم جدا وبتمثل أهمية كبيرة جدا لمصر استراتيجيا. الافتتاحات للمدن الذكية الجديدة أو افتتاحات المدن الجديدة ابتداء من العاصمة الإدارية ثم المدن الساحلية، كل ده بيساعد لتعظيم القدرات المصرية، بمعنى أن استغلال القدرات البشرية في مصر، احنا دولة شابة فيها عدد سكان كبير، نستغل ده من خلال مدن جديدة، من خلال فهم للتحديات العالمية القادمة اللي هتستدعي مننا استعداد أكبر كدولة. اللي بيحصل دلوقتي هو تطوير للواقع الجغرافي في مصر، للواقع العمراني في مصر، بيستلزم معاه تطوير في المفاهيم أو تطوير في الفهم المصري